سر الليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من أذان العصر تقريبا إلينا الحين الساعة 9:15 ما فصل. كريم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ولا صبحكم الله بالخير. الله يصبحكم بالخير ويسعد أيامكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أنا الأسبوع هذا في طلعتي للجنوب ما أخذت معي أي طيب أبداً. الشنطة اللي كنت أحط فيها طياب ما أخذت فيها، ما أخذت الورد طايفي وبكج وخلط الحجاز الفاخر. البكج هذا خلاص إذا أخذته معك خلط الحجاز الفاخر الآن نحن مقدمينه مدشنينه ببكج. ما يجيك المخلط بس، هو قيمة المخلط لحاله 400 ريال. يجيك المخلط، يجيك معاه رقائق التراب، يجيك معاه الفحم، ويجيك معاه المعمول. المعمول هذا لوحده مكلف، لو حسبنا هذا 200 ريال، 400 ريال، هذه 600 ريال، وهنا قول بالميت 550 ريال. هذا مخلط الحجاز الفاخر. المخلط ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يتكون من أدهان نادرة ومعتقة ومستخلص بثلاث الورد الطايفي، ترى مسك الغزال الطبيعي وعنبر الحوت، وما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. كل من جرب هذا المخلط أثنى عليه ما شاء الله تبارك الله. شوفوا قوام المخلط، قوام الدهن والرائحة والثبات والفوحان، أنا مجربها وأضمنها لكم ما شاء الله تبارك الله. سعره ما هو للآن مطروح، هذا السعر الترويجي اللي مقدمينه 295 ريال ومعاه شفتم الفترة اللي نزلت فيها النقطة، هذه الوحدة تقييم 295، هذا مسوينه عرض ترويجي عشان الناس تعرف المنتج. بعدها المنتج ما راح يخرج معنا بالسعر هذا، لذلك نحن نقول اغتنم الفرصة. بعدين ما راح يخرج معنا نقدمه بالسعر هذا، منتجات يمكن ما نقدر نحصل حتى مكونات المنتج هذا، لذلك نحن نقول اغتنم الفرصة الآن. التاجر في البداية ترى يضحي بشيء كبير من المكسب وأحيانا من رأس المال عشان يعرف بمنتجه ويدعم علامته التجارية واسمه التجاري. نحن اليوم مقدمين له 295 هذا المنتج، نقول لك بلاش. المنتجات اللي فيه ما يعد لها سعر. الأدهان اللي فيه يعني شرحناها مرار وتكرار، وممكن لو سحبت الشاشة فوق الآن بنحط رابط اليوتيوب اللي فيه ركبنا هذا المخلط. شوفوا الأدهان اللي فيه، لون ورائحة وقوام، وصف الرائحة بخورية. الثبات والفوحان عالي جدا. خالد من أبوك تعال تسلم. حط لي ربع، لا من المعمول وانا ابوك بسرعة بسرعة عشان لا تقبل السنور. اصغر كسرة تقدر تحطها حطها، اصغر شيء مرة بتشيل الدنيا. بس 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 انا قلت اصغر شيء. هذا متابعين يستاهلون؟ يستاهل كطيب. ونقول لو ما كنتهم كم؟ يستاهل كطيب، بس هو ابوك هو لازم تحط شيء بسيط مرة، لانه مرة 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 تبخيره عالي جدا جدا. قال الله يا ابوك الحين اكسر لنا كسرة صغيرة. ايوه حط على المعمول. الفكرة وانا ابوك ما هو بانه يعني هم يستاهلون المتابعين ما فيها هرجة، ولكن تبخير عالي جدا جدا جدا. شيء بسيط بس يطير الدنيا خلاص، يكفي البيت كامل مرة. شوف رقائق التراد انت حاطها الحين، حط تحتها المعمول، هي رائحتها عطرية والمعمول رائحته فاتنة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلاص الباكج هذا. هذه تراها القطرة اللي أول،
المعمول يزبد والتراد يرقص ما شاء الله. واحتراق متوازن جدا، روائح عطرية جميلة طبيعية 100%. هذا ما يعطى هدية بهذه الجودة إلا لأنكم تستاهلون. رقائق عود طبيعي. ونبوه نقطة بس من المعمول. بس نقطة. أنا أبغاها هنا فوق الخشب. هنا 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 حط النقطة. الله 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 الله. شفتم الاشتعال كان في الجزء هذا بس من الفحمة، ما حرصنا انها تشتعل اشتعال كامل. ليش؟ بنستعمل رقائق ومعمول. نبغى تشتعل اشتعال كامل. خليت شد حيلة توقف كذا على الجهة اللي مشتعلة، تشتعل الباقي في اقل من دقيقة. الله يكفينا وياكم شر النار.